طيب سألنا الناس منير ما رأيك بالارتفاع الكبير في تحديد الوقت بدل الضائع في مونديال 2022؟ نسمع ونرجع. دقيقة يعني أيا كان الوقت اللي بيضيع على الأوت أو الجول أو الاستهتار أو البساط، فهم بيقدروا يوفروا الكلام ده فعلا التسعين دقيقة. فأنا شايف إن هم مهما كانت المدة يحسبوها ده أفضل طبعا للفرقتين عشان ما يبقاش في حد مظلوم. المونديال أنا متأكد إنها تنجح، لأن طبيعة المنتخبات اللي هي بتلعب أصلا معظمها منتخبات أوروبية وأمريكا اللاتينية، فبالتالي هتنجح. يعني مش شايف إنها تبقى فيها أي مشكلة خالص. والله أنا شايف إن ده أحسن، بحيث إن يعني موضوع تضييع الوقت بقى خلاص، مفيش اي حد مثلا يخطف جون ويقعد بقيه الماتش عمال يضيع وقت ويقع يتصاب والحاجات اللي بتحصل دي. فيعني انا شايف ان ده هيبقى مفيد اكتر لمتعه الكوره. مفيش مشكله من زياده الوقت، يعني 10 دقائق ربع ساعه بس كل واحد ياخد حقه. بيدي الفرقه حقها يعني، بس مش للدرجه دي يعني. ولو بالظبط هيبقى اقل دقيقه دقيقتين بتاع، لكن هو اوفر شويه. هو في نفس الوقت فير يعني، نتكلم من عدل كره القدم لا 90 دقيقه يتلعبوا. فكره عموما الوقت الضايع والفار هي بتدي الحق لاصحابه، بس انا شايف ان عدم وجودها كان احسن، كان بيزود متعه الكره على الاقل. والله الوقت الضايع اللي بيتحاسب يعني المفروض هو ده اللي كان يمشي من زمان، علشان في لعبة بتقع كتير وبيحسب 4 دقايق 3 دقايق والكلام ده ما ينفعش. والله هو نظام جديد يعني ممكن يتطبق في الدوريات الباقية، هو المفروض ان هو كويس لجنبين برضه، جنب ان انت بتدي العدالة الكاملة للفرق وان هو ياخد الوقت المحتسب الضايع بتاعه كامل، في نفس الوقت بيفسد متعة الكورة، بحيث ان انت ايه يعني مثلا انا رحت احتفل ليه تحسب لي الوقت ان هو اتحسب وانا بحتفل مثلا، او الكورة خرجت اوت.